يقول: أولاً، ما قولكم في الأحداث المؤلمة التي حدثت في سوريا؟ هل هي داخلة في الفتنة بين طائفتين مسلمتين أم كيف؟ أقول لكم يا إخوة، أولاً، الذي حدث في سوريا يبين لنا صحة منهج السلف. السلف ينهون الناس عن الخروج على ولي أمرهم إن كان مسلماً مطلقاً، وإن لم يكن مسلماً ينهون المسلمين عن الخروج عليه إذا لم تكن عندهم قدرة على إزالته، أو كان تترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، أو لم يكن عندهم من يحكم البلاد لو أزالوه. أهل السنة يقولون: الحاكم إما أن يكون مسلماً فلا يجوز الخروج عليه ولو كان ظالماً، ويجب الصبر مع نصحه، وإن كان كافراً ويحكم المسلمين سواء كان مسلماً فارتد أو كان كافراً أصلياً، فإن كان عند المسلمين قدرة على إزالته من غير مفسدة أكبر من مفسدة بقائه، ويوجد من يحكم البلاد بعده فلا تكون البلاد بعده فوضى، فإنهم يخرجون عليه ويزيلونه. أما إذا لم يكن عندهم قدرة، مثلا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان عند المسلمين سكين للمطبخ يقطع البصل بها، ما يقال لهؤلاء المسلمين تحت هذا الحاكم الكافر اخرجوا على هذا؟ ما عندهم قدرة. أو مثلا يقول بعض المتهورين إن المسلمين الأقليات مثلا في دول أوروبا يجب عليهم الخروج على هؤلاء الحكام لأن حكامهم كفار، ما عندهم قدرة. أو كان يترتب على الخروج مفسدة حتى مع القدرة، لكن تترتب مفسدة أعظم كأن يقتل عدد كبير من المسلمين، فهنا لا يجوز الخروج ويصبر. إذا كان يعلم المسلمون أنهم لو أزالوه ما فيه من يحسن حكم البلاد، فإنهم يصبرون حتى يوجد من يصلح لحكم البلاد. الناس في سوريا هيجهم المهيجون حتى خرجوا على حاكمهم، وأنا ممن يعتقد كفر حاكمهم وأنه كافر وليس بمسلم، لأنه من الأصل من الفرق التي لا نحكم بإسلامها أصلا وإن كانت تنتسب إلى الإسلام. بعث نصيري لكن مع ذلك نقول لما هيج المهيجون الناس فخرجوا مع عدم وجود الشروط التي ذكرناها، ماذا حدث لإخواننا في سوريا؟ أبيد الآلاف ودمرت البيوت، مدن كبيرة في سوريا أصبحت خرابا لا تصلح لسكنة. صبر المسلمين والناس كان خيرا لهم، لكن هيجهم المهيجون ولهم في ذلك مآرب. وقع الأمر الآن، ما استشارونا قبل الوقوع، وقع الأمر والآن الناس في هذا الحال. أنا بعد دراسة المسألة ظهر لي والله أعلم أن الحال الآن بالنسبة للسوريين الموجودين في سوريا أن مقاومة هذا النظام وهذا الجيش الذي يساعده من الجهاد في سبيل الله في حقهم، لمن أراد إعلاء كلمة الله، لأن هنا لو قلنا لهم اتركوا هذا الأمر لأبادهم وقتلهم عن آخرهم، لن يتركهم بعد هذا الأمر، وهو كما قلنا عندنا ليس من حكام المسلمين، ولا نرى أن القتال، أنا
لا أرى أن القتال الحاصل في سوريا الآن بالنسبة للسوريين قتال فتنة بين طائفتين من المسلمين. فأرى أن الناس في سوريا ممن ابتلوا بهذا الأمر، من أراد إعلاء كلمة الله وجاهد هناك، أن هذا في حقه من الجهاد في سبيل الله. هذا الذي أفتي به. أما غيرهم من البلدان الأخرى فلا أرى الذهاب إلى سوريا، ولا أرى أن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن شروط الجهاد في سبيل الله غير متوفرة بالنسبة لمن لم يكن مبتلى بهذا من أهل سوريا، وهذا تكلمت عنه مرارا وتكرارا. وشروط الجهاد قد بينتها في عدد من المحاضرات، وأنا على يقين مما أقول أن شروط الجهاد ليست متوفرة لغير من في سوريا بالنسبة للوضع في سوريا، لكن لهم علينا حق أن ندعو لهم، أن ندعو للمستضعفين أن يرفع الله عنهم البلاء وأن يزيل هذا الطاغية ويعيد الأمن والخير لأهلنا في سوريا. وإذا فتح باب إعانتهم بالنقود وبالثياب ونحو ذلك نساعد في هذا الأمر، ولكن بطريق مشروع تتحقق به المصالح وتندرئ به المفاسد.